أسامة انولد في 4/7/2009 بعد الحرب. الحرب اللي كانت علينا أول حرب هذه على غزة. طلعت من غزة على أمل إنه إحنا كل العالم المظلومة بتعول على تركيا في رفع الظلم عنها، كل العالم، لأنه أنا كان واحد من الناس، يعني أنا بعت بيتي وساكن بالأجار على أساس إني أكمل علاجه، يعني علاجه مبلغ كبير، أنا علي ديون وعنده أسرة في غزة، ابني بفهم كل حاجة وما شاء الله عليه ذكي وبطلع منه، فليش إحنا نتركه ونقول إنه ما بتعالج ونقول إنه خلص خليه زي ما هو هيك؟ أنا بطلع على الأطفال في تركيا هنا بيلعبوا وبنبسطوا، أنا بطلع على الأطفال هنا وبطلع على ابني ببكي، بأنقهر في قلبي لما بلاقي في كل بيت في كل منطقة في ألعاب هنا، وبطلع في غزة في كل بيت في كل منطقة صواريخ في كل منطقة قصف. رسالتي أنا لكل المسؤولين ولكل الناس اللي بيحبوا يخدموا، بيحبوا الإنسانية، بيحبوا يساعدوا الأطفال، بيحبوا يساعدوا المرضى، إنهم يتطلعوا بعين رحمة وبعين عطف لهالطفل هذا ولأطفال كتير زيه، مش لابني لحاله.